إحصاء الشامل لمنتجي الحبوب لموسم الفارط الذين تضرروا من شح الأمطار والموارد المائية، يعني تم إحصاء والمصادقة على القوائم الإسمية لمنتجي الحبوب المحصيين للتكفل بهم وتعويضهم بالبذور والأسمدة. إذا العملية اليوم مع تعاون الحبوب وبقول الجافة يعني تمت جميع الترتيبات، ورانا اليوم بصدد استكمال عملية التوزيع. العدد الإجمالي حسب القوائم اللي جاتنا راح تفوق 6000 مستفيد، والمنتظر الشيء اللي راحين مدوه فيما يخص البذور للسنة هذه سنة 23-24 ممكن راحين نفوتوا 80,000 قنطار فيما يخص البذور لتغطية المساحات المزروعة لهذا العام. من العام هذا زاد تسهيلات وخاصة في ما يخص تعويضات الجفاف، يعني الفلاح كيجي في 10 قناطر يلقى عنده 5 قناطر زيادة، يعني هذه حاجة تبشر بالخير وتزيد تشجع الفلاح لمواصلة العمل تاعو، لأنه الفلاح يفشل تكون السلطات المحلية واقفة معاه وتسهل في المهام خاصة المهام الإدارية وكذا، يشجع شوية ويزيد يخدم شوية، يزيد يخطي خطوة الأمام.